يلا يلا وكل شيء How are you my brother? Fine, how are you? Best luck for I'm today. Fine, thank you. Where are you from? That is secret. What? Where are you from? Secret. Where are you from? I'm from India. India? Hindi. Meetup, Shah Rukh Khan. Meetup. Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Shah Rukh Khan, Salman Khan, Saif Ali Khan. You? Good. Alhamdulillah. You speak Arabic? Kallim Arabic. Shoshui. Shoshui. كيف حالك؟ الحمد لله شكرا لا ناس كيف كل شيء تمام تمام؟ لو قدام يلا سوي لنا جوا يلا لا يلا وذ ميوزك حبيبي نايس تو ميت يو مي تو حبيبي بويا بويا اقدع العمر ما يلتفت له نقدركم ونعزكم انتم فيكم شهامة وكرم وطيبة وشجاعة ولبسنا ولبسكم واحد قالوا الشماغ ما يعتاز انتم سود الرافدين بدون مجاملة والله انتم شعب فيكم كرم وطيبة انا قبل 40 سنة رحت العراق ورحت البصرة وجدت ناس طيبين وكرماء فيهم شهامة وطيبة وعزة نفس أخ أحسن من أخوك وأهله صدق جير على الرأس تسأل لي الكل أسأل في الهلي إيه؟ للعراق إيه؟ كركوك أسولف أقول تعال شوفنا الكويت ماكو طيبتهم نسوان معزمونة ناس تقول معزومين ناس تقول تعال ذاكلكم طلي والله أنا واقف عقلي على طيبتكم وأشكركم والكادر مال يعني الحويجة كلها كرم والله العظيم والعراق كلها كرم والله ويد الله يحفظ لي أيمن كل شيء ماريد كل شيء ماريد لا مال ولا بس أيمن كثر تحبين أيمن ويا روحي أيمن علمني على ليالي البيض اثنين وخميس علمني أصوم يعني ثلاث أيام احنا نسميه ليالي البيض هكذا عدم أفكار
وصلنا الحمد لله، بس يمكن درجة الحرارة 70 في القرآن، ماكو هيج حار. بس الهفي، الله يعين اللاعبين بالقرآن الكريم. الحمد لله على السلامة أبو يعقوب. الذهب ايش سويت فينا؟ فضح عينك بنورك. انت جيت على مودي هسه وراح ارجع انا هسه. هم ارجع وياك ويانا. الحمد لله. ابو هاري الله هو جامي. ابو هاري الله هو جامي. الذي أتى بديلا. إذا خمس تبديلات دفعة واحدة في المنتخب. هنا كرة خطيرة، هنا المحاولة خطيرة، المحاولة الله. الذي أتى بديلا. أجزم بأن الكثير من الأمور تغيرت وبأن الكثير من التعليمات وصلت بالنسبة للمنتخب العراقي، لكن هنا محاولة للأمام، فرصة لعلي، علي علي علي. أجزم بأن الكثير من الأمور لجاسم الله. علي جاسم الله.
First of all, I'd like to thank the fans that came. Well, the Evan Bacardi fans. And yeah, I just want to say welcome to the boys tonight. Maybe 100 minutes. We fight in this weather. And we take 1 point. And yeah, we're joint first in the group, so we keep going. Yeah, keep going. Yeah. And, the weather was really affecting the players as well. Yeah, you see them. We have 10 men, and they take 5 substitutions before us. Their players are going down with cramp. We show a good level of fitness today. The players, like I said, we fought very hard, and it shows the difference between us and them. I think they do good game, but I think if we have 11 players, we come here with 3 points, 100%. I heard that you saw the Iraqi fans. They supported 90, maybe 100 minutes. Yep. But you saw the Kuwait fans. 70 minutes. We thought we were playing in Basra again, so it gives us an advantage. But you know, we. Habibi. But yeah, no. Next game we wait for Mbasra, but first we have Palestine in Korea, so we focus on these games first. And what is your message to the fans? What is your message to the fans? Shukran. Keep supporting us. Keep believing, because we believe a lot. We will see them in Basra, huh? Inshallah. We will go to the World Cup. Inshallah. We believe, and we want the fans to believe. Keep pushing us, and inshallah, we're all in America together. Inshallah. للفريقين بالتأكيد كنا حريصين أنه نحرز 3 نقاط في غاية الأهمية تجعلنا في صدارة المجموعة، لكن حالة الطرد صارت من بداية المباراة أول 3-4 دقائق، يعني دربقت الوضع مثل ما يقول لك، خربطت الأمور، بس لله الحمد اللاعبين يعني صارت من بداية كانوا منضبطين من الناحية التكتيكية، أدوا مباراة مميزة رغم قساوة الجو، الحرارة مالته والرطوبة عالية وأثرت بشكل كبير على أداء الفريقين، بس بشكل عام نقول الحمد لله أنه نقطة أفضل من لا شيء في هذه في مباراة حصلت بها هذا الظروف، حتى كان بالإمكان أنه يعني فريقين فرص ممكن أنه تتحقق وتصير، لكن أنا بالنسبة لي الأهم هو هذا الكلاسيكو الخليجي اللي عاد منذ مدة فترة طويلة حقيقة، وحضور الجماهيري اللي زينت ملعب المباراة، ملعب الشيخ جابر، حقيقة كانت رائعة جدا طويلة حقيقة بتشجيعها وبدعمها للفريقين، وبالتالي أنا أعتقد المباراة حققت أهدافها، ولكن من ناحية النتيجة بالتأكيد أنه إحنا ما نقول يعني ما كنا نتوقع هيك، كنا نتوقع أنه إحنا اليوم نرجع ب3 نقاط، ولكن قدر الله ما شاء فعل. شكرا. لا ماكو بطعم الخسارة، هذا مباراة يطلع ب10 لاعبين من أول دقائق، هذا مو بطعم الخسارة، بالعكس. جد. متأملة بالثلاث مباريات. لا ظروف المباراة تطلع مختلفة كليا، لو أي فريق يلعب في ظل هذا الظرف في هذا قساوة الجو في أول دقائق. أنت تلعب مع فريق قوي، فريق منظم، فريق يلعب على أرضه وبين جمهوره، وبالتالي بالعكس أنا أعتقد النتيجة كانت إيجابية، وشكرا للاعبين ولكادرهم. أنت تلعب مع المدربين على ما قدموه، وإن شاء الله نوع جماهيرنا بأن القادم يكون أفضل بإذن الله. على ما كيمورا تأخر، حمراء يا سلاقة، حمراء يا ربن يا سلاقة، مباشرة كيمورا. نعم، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة يخرج هنا غارقا في دموعه ريبن سولاقا، اللاعب مباشرة. شلاقين؟ شلونك؟ شلو وضعك؟ ما رحت الحقني، خبلتني.
تركيا تلحقني هنا تلحقني مشتاقين شلونك صايف موت لك شنو هذا اللون هذا ما تركيا ورسميا دولة سمران دولة ومحتل للمدان ما رحت تلحقني خبلتني تركيا تلحقني هنا تلحقني مشتاقين شلونك صايف موت لك شنو هذا اللون هذا ما تركيا لا تأنس دائما دائما خلي عندك أمل بالله في كل شيء أبد لا تأيس مجرد ما تأيس يعني أسأت الظن بالله في كل شيء لا تأيس ثم بعدين تنفج يا العراق نحن أبطال الميادين وأنتم أبطال الملاعب أهلنا منتظرين فرحتكم يا أسود الرافدين أهلنا منتظرين الفرحة مرحبا والله الرجال كلمني اي اليوم كلمني قال ليش الساعة كم بس اسمعني الساعة 5 اي كلمني انا كنت دا اسبح طلعت كلمته قال لي في غراض اريد توديها للكفيل مالتك صحيح زين قلت له اجي عليك قال كلمته لا انا يم الحلاقه قلت له خلاص انا راجع بعد يومين اي لا قال لي اليوم قال لي الساعه كم لي الساعه 5 قال له ما لحق على الحين انت الحين توك متذكر اللايف مجلس من الساعه 2:30 للساعه 1 بالليل انا هذا جاري لا اليوم نبدي من 2:30 للوحده بالليل كل شنو انت؟ حتى انت؟ ايه بسرعة كان احضر احل الاخبار الصعبة العلاقة المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم والمباريات اللي راح نبدأ في المجموعه الثالثه سيكون المنتخب السعودي متعادل في الجوله الاولى امام المملكه البحرينيه عن اول انتصار في الدور الثالث وذلك حين يحل ضيفا على الصين يا اخي دنطيل قلم دنطيل جت الطيقه قبل لا لا وصار عليه بعدين صدمنا غلط عرفه وقاعد يتلبد ما يضحك بديت ها هو مشكلة بس يا هلا كر 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 هاي حلوة فراش الكسينة Ah, por eso digo si necesita, dice que no.
آخر تدريب الحمد لله دعونا باشر إن شاء الله. أشوف مباراة. مباراة بين منو منو؟ بين العراق والكويت. النتيجة. النتيجة 1-0. يا مليون. أنت المليون. يا صفر. أنا صفر. مين تريد تبدي؟ تريد تبدي من تصريحات يونس البارحه واللي هي اليوم ترى يعني اخذت صدى حتى بالكويت. يعني اول سؤال ان العراق فعلا راح يلعب ثلاث مهاجمين، العراق راح يلعب مهاجم من البدايه. واسالك يعني اللي صرح به يونس هو كلام اعلامي لو هو فعلا ما يدور في بال المدرب انه نبدا بخطه هجوميه؟ لا شوف، ما اخش شيء بكره القدم خطه هجوميه ودفاعيه، كره القدم الحديده تعتمد على منظومه واحده دفاعيه. لا نبدي قد بثلاث مهاجمين. ثلاث مهاجمين، شوف يعني يونس حقيقه انا اول ما جبت تصريح ضحكت. هذه ثلاث مهاجمين بنشوفها بس بالبلاي ستيشن. كنا قبل نحط روبرت كارلوس ونحط رونالدو. حاليا الواقع مع كاساس مع مهاجمين احنا ما يلعب. لذلك هو مهاجم واحد، انا اعتبر تصريح يونس محمود هو تضليل للاعلام الكويتي، للجماهير الكويتيه، للاعلام العراقي، يريد يلخبط الاوراق نوعا ما، فما اعطاك الجواب الحقيقي والصحيح. المنافسه حاليا بين مهاجمين اثنين اللي هم علي الحمادي ومهند ميمي. علي الحمادي يعرف عن دونه وقاعد وعنده مشجعين خارج العراق من انجلترا وجميع انحاء العالم، لذلك النضج والثقه اللي وصلها علي الحمادي حاليا ممكن انه يتوج ورقيا علي ايش في هذا؟ فينكم من وياي؟ شنو؟ ويا الهجم العراق. الحمد لله على السلامة، خوفتنا بالله العظيم. الحمد لله ربي يحفظك. ربي يستر عليك ويحفظك ويحفظ خالك والحجية يستر عليكم وما تشوفون شر. الله يابا ايش قد حاولت شهر تو شهر. عمي السلام عليكم. هسه الورث ربع يدلل عمي يدلل عمي قبلت والله قبلت. السلام عليكم خالنا. مشكور خال. كان من نصلي اطيل ابن اختك الورث من هي شيء اطيل حيته يقول هاي هاي شوبكم هم اسوديك للحلاق. لا 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 بطلب كل شيء دكاشين الطرق هذه والله والله العظيم. ويعني وين هاي شغله وين؟ والله موش ما شاء الله سيفيك يا مش على بدي شيري عم نصور باب نصور الخزينة فيك انت عم يترك يترك هاي شيري لتوك قاعد يبان خالد جميله جميله شديد مالي انا بالجواد ما قرات تكفي والله صاد من نار لا والله لا والله شو فينا شباب وقعت انت جميل حي انا وين انا الله سلام نزل من ناس عشان الله
دي باقي توقع خامي ايه هاي شوي عمي ده وقع جدي يوم هلا خاشوق وسكين هلا البحمود هلا خاشوق وسكين هلا البحمود بما انه انتم جايين تخدموني على راسي خالي على راسي ونورت وشرفتنا شو تريدين حلويات؟ شاي؟ بس قولوا لي يا عالم يا ناس بس ايما بس يا هاي انا اخدمكم وانتم تخدموني لا كل شيء والله راح اجيب لهم حلويات هاي قاعدين مساء الخير ملاحظه السعودي ما تنام يمي؟ مو زين اخره والله ها ما عليهم شغل نايم لو شنو ها هو طاعينه اي يقول فنان لعبه هاجي انت سد هالحكي هاجي خبر على مرض جدي مرض جدي هسه شنو تنام هنا تنام غرفتي لو وين ثاني لعبه ما عندي الا شو اللعبه والله انت جبل على اي يا رب علي شكو عندنا اشنو النوم هذا صار الحين بالطيران انت الطيار صوروا انت شوف يما شلون بالمصعد شلون بالمصعد اليوم تحلم اليوم الله يسلمك الله يسلمك اقول لك سمينا سمينا على برياض وعلى برياض خال 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 عالم خال لا يطردونا من الفندق لا يطردونا خال راح نوالدي الله يسلمك الله يسلمك سلامتك يا مولانا هل شنو ما تنام هنا؟ لا تروح لغرفتك؟ شوف دق قول باب دقول باب صياح صياح عمي صياح عمي هوسه راح يطردوننا والله لا جابوا الغراض جابوا الغراض يا خالي تعال خال بس يسباع هذا مو الكارت اوقف هنا هسه هذا مو الكارت خال تعال شو تسوي تخليه هنا انا شو تسوي دوس رقمين تسعه هاي تسعه هاي الله وياكم غرفتكم تندلونها؟ انا بعمل كنتين عابد بس انتم خالي ادري انزل بس سؤال انزل للمطعم قلت لكم بالطابق الثاني انتم صاعدين للعاشر ادري جايين اخدمكم تخدموني يا خالي والله تعبتني يعني بس قول لي هذا العقال ايش فيه اخ اي ايش فيه هذا العقال بس اخير شيء ايش فيه العقال الكشخه وفي مآرب أخرى شيل المآرب الأخرى الأخرى جلدة في جلد أنا ياك بعد صداقة صرنا بدون خالي ها شو أقول لك خالد لو خلودي شو لك خلودي خلودي طيني طيني خلودي أنا أطلب كورة خلودي وكام عاد أف جاسم أف جاسم الحق السولف والله. انا جبت ايسر وجبت امي وجبت خلودي خالي قال خلودي بعد خلودي قال بعد نصيح لي خالي يداروني لو انا داريهم والله العظيم اسمع ماكو هذا ايسر بس من نجا شفناه بس عايش للمستشفى يا عمي ما شفت ثاني هسه يلا شفته من نجا وهسه يلا شفته اما بالنسبه للخال هذا واقف يمنا والنوبه يحكي عيني عينك يقول انا ما ماكل حق ايمن انا ناطيه وبزياده وما انطي ادري انت وين تروح من العراق هاي عمي جايبين جايبين يعني يبي تفضل اذني دهج ايسا لا لا جايب انت صدق علينا يرحم والديك اذني هنا لا 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 لك شوف لا ترى لك ولك لا قال ترى الكشخه وفي مآرب اخرى والله العظيم جدك كل شكل شكل هاي بس خالي ما يفيدو انا الشكل هو قال لا ما يضيع حق ورا طلاب استاذ ايه يقول يوم هالكركوك والله كسر بالك كان يخابر كان يخابر بزوجته يخاف من عاد يقولهم راح اتزوج يقولها هاي جاي خابر بعمتي مو يقول اخذ الاذن من عدل وما اخذ يقولها 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 خاف يقولها خاف تسمعني السالفه انه جاي يدور مره ايه فتر هاي مو انا قايل ايه والله قبل شويه قال زوجوني اقول زوجوني
من هو؟ علي من طالع على ابوه. لا يما يما طالع على ابوه. يما يما قمت ارجف. قرررر. يما يما قمت ارجف. تسمع الحجية تقول يقول يقول لا لا ها هي قمت ارجف. يعني ما يخاف. ما عليك بالحجي. يا تعب عمري ارجع لوينك مو خلص صبري مو تدري بيدك سلمت امري كل الاماكن وحشه بغيابك ويلش كبره الحسره اللي بصدري اخويا وحبيبي وعشره العمر كابتن علي فاز كل عام وانت بألف خير ويا رب وسنة خير وسعادة عليك واشوفك اسعد انسان بالدنيا تحياتي لك حبيبي هوايا انت يا وجه القمر انت يا اغلى البشر كل عام وانت بخير يا كل العمر عقبال عمرك يا حبيب المية وعمري تستاهل واحس شوية عقبال عمرك يا حبيب المية وعمري تستاهل واحس شوية واليوم اغني لك وكل شي اسوي ثانك يو برو هاي جوزيه طلعت عمو واحد عالم واحد واحد على عالم هذا عمي اللهم صل على محمد عمي بيوجد وجد وجد بابا بريش وبس لكن بعض الحين وصول السيد عقيل المفتر وصول السيد عقيل المفتر رئيس اللجنة الأولمبية إلى الكويت
نورت حجينا، نورت حجينا. الحمد لله. صار لي خمس ايام ما ماكل ولا شارب، والله العظيم ما ماكل ولا شارب. ليش؟ ليش؟ وين الغيره العراقي؟ سلام عليكم. اطلع اطلع برا، اطلع برا، تعور اطلع برا دي. يلا حبيبي اطلع برا. تعال عدي، تعال عدي، اطلع برا. تعال تعال ولا حلا ذول. يا ولد امين، هذا واقف واقف واقف. الموت على اللفه. اي تعبي بطل. والله يفوز الاسود. ارجعي. لا 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 نورت الكويت. ايوه هلا هلا. نورت الكويت. خطتكم شنو طال عمرك؟ خطتنا نحكي وياك. يعني لان خطه، لان اول مره اشوف صاحبي يطلب خطه. هناك خطتكم شنو طال عمرك؟ خطتنا نحكي وياك. يعني لان خطه، لان اول مره اشوف صاحبي يطلب خطه. هناك خطتكم شنو طال عمرك؟ قالوا علي عمي يا بيع الورد.
رنا خدرة قلبي لرنا خدرة عيني فاليت يا بعد الروح عيني يا بعد الروح على جزري المسيب سيبي يا بيا الورد قلي الورد بيش قلي وعين الورد بيش قلي شعبكم من كثر فرحة عراق تعذب هواية رفعتوا راسنا بذيجة رفعوا راسنا بهاية شعبكم من كثر فرحة عراق تعذب هواية رفعتوا راسنا بذيجة كسوار يا ما عيدار ليش تصور بالانستا؟ ليش تصور بالانستا؟ ماك هذا الاصوره بالفعل بس ما عندي ما عندي انا ما عندي انا بالفعنوس بالفعنوس ما عندي الفعنوس شنو الفعنوس؟ ما عندي غلط سناب غلط هذا ليش؟ خطيه شنو بالخط؟ غلط شنو بس؟ سمران دولة ومحتل الميدان الله أكبر هاي مال مزعة الحوب والله اللي ما نامت كل خرج
امير العمال حياك امير على الهواء. خالد معنا امير العمال لاعب منتخب العراقي. امير يعطيك العافيه. نقول اعتقد هارضك يمكن كان طموحكم اكبر مباراه لكن واضح تاثرت في طرد المبكر بالنسبه لكم. كلمني عن رايك باداء المنتخب العراقي امام 60,000 متفرج المنتخب الكويتي. طبعا نفس ما قلت فقدنا اللاعب باول دقائق بس تقدمنا وقدمنا مباراه كبيره واحنا حصلنا على اظن فرص في الاخطر الشوط الثاني. وطبعا كويت بين جماهيرهم وملعبهم فاعتقد اذا ما خذينا 3 نقاط فبنستاهل النقطه. امير يمكن اليوم منتخب العراقي ظروف المباراه بالنسبه له ما كانت مساعده يمكن ايمن حسين مش موجود ايضا الطرد اللي لكن اعتقد فريقكم بالنظر لهذه الظروف توصل 4 نقاط. اظن ان اذا كنا 11 لاعب بالملعب كان خذينا 3 نقاط وصدرنا المجموعه. بس بعد شهر ورانا لعبتين مهمة وتركيزنا هسه انه بس كل واحد رح يرجع النادي ماله يقدم احسن ما عنده ونرجع بمستوى افضل. سؤال اخير، رايك بمستوى منتخب الكويت بالنظر لانه يعتبر من اقل المنتخبات يمكن اعدادا للتصفيات؟ لا اظن منتخب الكويت متطورين ويا المدرب الجديد و عندهم لاعبين على مستوى عالي وشفنا يعني مستوى اليوم واظن راح يطورون اكثر وكويت مو فريق سهل وكل فريق بين مجموعه صعب فاظن الكويت متطورين وان شاء الله راح يكونون الافضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقديرا واحتراما واعتزازا بالمنجز الكبير لنجلة عماد بطلتنا في البراءة يعني انا كنت اوريدي بالبصره شفت سياره عراقيه وكانت يعني ادري انه راح تدش سيارة بصفوان واني جايه بالحدود اني وحدي بالسياره دقت الجام علي بالسياره كان اقول لها تدري ان انت اول سياره عراقيه راح تدش الكويت طقيت عليها الجام قلت لها راح تنورينا انت يعني تعرفتي عليها في بالحدود بحدود صفوان حدود صفوان اي من اهل العراق واستقبلها باي وقت وان شاء الله احنا اهل بين الكويت والعراق. تبي تقدمينها يعني اللي حابه انت تقدمينها احنا اهل صدق يعني يحن ابداع شنو الخوف؟ هذا خالي مرتك هذا المرتك راح مرتك هاي صورناك بعد سيدي فيها ان شاء الله اذا طلعنا بالتعادل معجزه الحمد لله اي والله الحمد لله على السلامه نورت الكويت الساعه المباركه والله العظيم احنا بنخدمكم.